بخطى ثابتة وعلى أصوات الاشتباكات المتواصلة في نهم بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة والجماعة الانقلابية من جهة أخرى، تتواصل المعارك بمساندة طيران التحالف العربي. التقدم على محاور عدة في هذه الجبهة التابعة لمحافظة صنعاء يبدو بطيئا، لكنه أيضا يسير نحو تحقيق الانتصار وبلوغ العاصمة صنعاء. مصادر ميدانية أكدت تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية باتجاه نقيل بن غيلان ومنطقة مسورة الواقعتين على الطريق الرئيسي باتجاه العاصمة صنعاء، وهما يجعل من أغلب مواقع الميليشيا في مرمى نيران الجيش. منطقة محلي الواقعة في مديرية نهم شرق صنعاء، صد الجيش الوطني فيها هجوما للميليشيا، وأحبط هجوما آخر على موقع المحول الذي كان قد سيطر عليه الجيش الوطني في وقت سابق. أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير معداتهم العسكرية. من جانب آخر، دعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الصليب الأحمر إلى انتشال عدد من جثث الميليشيا المنتشرة في مناطق القتال. كل هذه المعطيات على الأرض تلخص انهيار الميليشيا في هذه الجبهة في الوقت الذي يمهد فيه لاستعادة صنعاء، الجزء الأهم في طريق استعادة الشرعية.